رمضان. السؤال أنا هو الأصح مع أخصائية التغذية مريم التكابري. أهلا وسهلا ومرحبا بك مريم. يعيشك وبيك انت لبنى وليس موحنا الكل على كفخة سفاء. شنو أصح نمشيو فيه نحافظوا على العادات متاع رمضان وألا نعملوا وألا نظام غذائي بشوية بشوية نرجعوا له لحياتنا العادية؟ بطبيعة هو هكا ولا هكا لازمنا باش نرجعوا للنظام العادي معناتها النفق الطبيعي لحياتنا العادية اللي هما 3 وجبات. معناتها ما نجموش نكملوا في نظام رمضان كل شيء معناتها في ايامات الصيام، فما معناتها 6 ايام شوال الناس اللي باش يصيموا هذاك الصيام كامل يبدا واضح. بالنسبه للنفق العادي دونك ننصحوا ديما باش نرجعوا في وجبتين 3 وجبات. بالنسبه للاشخاص اللي هما كانوا ياخذوا كان شقان فتره اكهو وما يتصحوش يرجعوا مثلا في نظام تاع 2 وجبات باش ما يثقلوش على المعده نتاعهم. الاشخاص اللي كانوا ياخذوا شقان فطر وسحور يعني قاعدوا محافظين على الوجبتين هذوما في رمضان ينجموا يرجعوا ل3 وجبات. اما ديما نبعدوا على انه نمشيو من الاكستريم للاكستريم، معناها نكونوا نشقوا فطر ما نصحوش ومن بعد ما اليوم ناكلوا برشا على طول النهار، فهذاك راه يقلق المعده وفي نفس الوقت فما ريسك نتاع زياده في الميزان من بعد. النفق العادي نتاعنا شنو؟ باش نضيف الفطور الصباحي يكون متوسط اللي هو باش يعطي طاقه على النهار كامل، معناتها باش يكون فيه القهوه نتاعنا، باش يكون فيه تختيم خبز مثلا بشويه زيت زيتونه والا جبن ابيض، تنجم تكون عظمه كعبة غله، يعني تكون ديما حاجات صحيه ما نرجعوش ياسر الحلو. بطبيعه اطار نهار العيد والا نهارين العيد هذوك باش ناكلوا فيهم الحلو معناتها حاجه عاديه. من بعد نمشيو لفطور نص النهار يكون خفيف على خاطر اول حاجه الجسم يكون ماهوش متنس قاعد ياخذ في وجبه، وثاني حاجه باش هو النفق العادي باش يجي زاده مع جوع نتاع القرايه والخدمه. ونعرف باش الناس انك تاكل وجبه تكون دسمه هذاك يخلي فما شويه تعب ودوخه بعد الفطور بالضبط. علاش؟ على خاطر السكر يعمل ان بيك يطلع ومن بعد يصير هبوط فجئي وهذاك اللي يخلي اكل النوم والقلق يصير بعد الفطور. دوك هنا نخلو انه ناخذ وجبه تكون تتهضم في ساعه ما تقلقش الامعاء والمعده نتاعنا وتعطي طاقه باش تكون الباز نتاعها بيان سور خضره بريفيرونس نيه لان الاليف هذوك هما اللي باش يحسنوا عمليه الهضم. تكون فيها لا سورس دو بروتينين دجاج حوت اومليت مثلا والا حتى شويه جبن ابيض وكعب غله. نتفاداو انه مثلا ناخذوا كميه كبيره نتاع خبز، انه ناخذوا صحن كبير نتاع عجين خاطر هذاك راهو يكون ثقيل على المعده نتاعنا. نجموا ناخذوا لمجه العشيه فاكهه ولا كعب غله وفي الليل يكون هو الوجبه الرئيسيه، معناها يكون يشبه اللي كنا نعمل فيه في رمضان. كنا صايمين نهار كامل ومن بعد نتعشوا في الليل، توا باش ناخذ وجبات خفيفه وصغيره في وسط النهار والعشاء هو اللي باش يكون وجبه رئيسيه. ده هو يساعد برشا ناس، برشا ناس معناتها تلقاهم يقول لك انا ناكل الوجبه الرئيسيه نتاعي في الليل كي نتقابل مع عائلتي. دونك لهنا تنجم تكون هي فيها الخبز والا البات، راهو ما يقلقش بالكل، الناس يسمعوا فيا راهو نجموا ناكلوا خبز والا عجين معناتها كسكسي معقوله اللي هو في الليل، ما فماش حتى مشكل، وتكون معها لا بورسيون دو بروتينين كعب الغله ديسير، هكا نكونوا بدينا نهيئوا في الجسم نتاعنا انه يرجع للنفق العادي للماكله. إذا اليوم باش ترجعوا ديما تدريجيا للنسق العادي، وأهم حاجة مريم تصور تشاطرني فيها الرأي مش الكميات بقدر ما هو نوعية الماكلة اللي نتناولها. بالضبط، أي النوعية هي اللي توا نشجع أنه الناس كل ما تحاول تختار النوعية الباهية اللي تكون تغذي قبل كل شيء، لأنه معناتها أساس الماكلة أنه نتغذيه منها. قد ما نتاعنا يكون متغذي قد ما نكونوا في صحه جيده بطبيعه، وحتى الناس اللي معناها تحب تنقص في الميزان ولا عندها زياده خطوه ولا مشكله عند برشا ناس زياده في الميزان، كي تكون النوعيه باهية يكون ثم اقل ريسك نتاع زياده في الوزن، خاطر الشخص باش يكون متغذي مليح باش يكون اون فورم دونك يبعد برشا على الكرينيتاج. وما ننساوش اهميه السوائل زاده مريم. ما ننساوش اهميه السوائل زاده. بطبيعه اي شرب الماء هذاك مهم برشا، احنا شوف لبنى هكا نحكيو على 4 حاجات مهمه. نوعية الماكلة نتاعنا والكمية، ديما نسمعوا البدن نتاعنا وقت الجوع ووقت الرغبة، ديما نحاول نتحكموا في الرغبة نتاعنا. الحاجة الثانية اللي هي شرب الماء، لأنه بعض الأشخاص يكون عندهم إحساس بالعطش ماهوش مفهوم، يحسبوا الجوع يمشيوا ياكلوا، ألوغ هو لازم يشربوا الماء. دونك نحكيو تقريبا على 1.5 لتر في النهار، ونحاولوا نفكروا احنا في شرب الماء لأنه برمضان وبالصيام نسيب معناتها أنه نشربوا. والحاجة الثالثة اللي هو نصلحوا النوم نتاعنا، وسورتو بالنسبة للصغيرات. لانه كسر هذاك في الليل راهو كيف كيف يتعب برشا البدن ويعطي ارهاق وتعب ويعطي حتى معناها صعوبه في عمليه الحرق. ورابع حاجه اللي هي نجمو زاد نجمو النشاط البدني يكون بدل الناس سورتو اللي قصت شويه على اكتيفيتي فيزيك في رمضان. واضح، مشكوره جدا مريم التكابري على توضيحات هذوما الكل. الحوار كامل تلقاوه على قناه يوتيوب اكسبريس اف ام، احنا مواصلين معكم حتى لل11، نرجعوا لكم بعد موعد الاخبار.